خلينا نتكلم على صناعة السيارات، وأكيد حضراتكم بتتابعوا. أنا يعني كل أسبوع بقالنا فترة مع السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بنجتمع مع كبار المصنعين للسيارات في مصر بهدف إن احنا نشجع ونسرع الخطى بزيادة دور الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم جدا. الدولة المصرية في احتياج كبير جدا من السيارات بحكم حجم السكان والعدد وهذا الكلام، وبالتالي احنا كل هدفنا النهاردة ان احنا نشجع الصناعة الوطنية وندي حوافز اكتر للصناعة الوطنية. وبالتالي يعني احنا النهاردة مفيش اي اجراءات، بالعكس الدولة بتشجع وبتدخل كل مستلزمات الانتاج لهذه الصناعة، وده ضمن الأولويات اللي احنا بنتحرك فيها. فده انا حابب ان انا أكد على هذا الموضوع. ولكن احنا كل اللي بنعمله النهاردة واللي احنا بنعمله ان احنا مع كل المصنعين دول بنحاول نربط، بنحاول نبقى مع بعض ضمن حزمة على بعضها، ان يبقى عندنا رؤية متكاملة، ان هو بندخل وبنستورد عربيات، ولكن نحاول معاهم يبقى بنشجع كمان الصناعة الوطنية. يبقى كل الكبار النهاردة ان احنا بنشجع اكثر واكثر ان بيدخل صحيح عربيات مستوردة، ولكن في نفس الوقت يبقى في زيادة لعدد السيارات اللي هو بينتجها جوه البلد، بديله حوافز اكتر وبشجعه اكتر على هذا الموضوع. انا بس حابب اكد هذه النقطة ان احنا هدفنا كله وعنا على ان احنا نروح الى ان يبقى الهدف كله ان احنا نشجع اكتر التصنيع جوه الدولة المصرية. انما عايز اكد لحضراتكم، في الفترة اللي فاتت حصل بعض نوع من، مش هقول انها تجاوزات، لكن وجدنا آلية بقت موجودة. احنا كل هدفنا ان العربية لما تدخل، حتى اللي هي تمت الاستيراد وتمت صنع في الخارج، ان العربية المواطن المصري اللي ياخدها يجد لها صيانة ومراكز خدمة هنا تخدم له العربية. النهاردة اللي احنا وجدناه ان ابتدى تعاظم لعملية الاستيراد الشخصي، اللي هو ان واحد يروح يستورد بمعرفته عربية ايا كانت نوع العربية ويدخلها، وممكن يكون وعدد ورصدناه عدد كبير من هذه النوعين من العربيات ملهاش اي تواجد في مصر، فبقت مشكلة كبيرة. طب هي قطع الغيار والصيانة بتاعت هذه النوعية من العربيات هيحصل فيها ايه؟ فاحنا كان جزء من محاولة ان احنا نضمن، وده جزء من الحفاظ على حق المواطن، ان احنا نبدأ ندي الأولوية في خلال الفترة، ودي لسه بنضع لها ضوابط، ان يبقى الاساس للعربيات استقدام العربيات سواء من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا اللي لديهم مراكز صيانة وخدمة جوه البلد، ولكن حتى لما هيبقى فيه استيراد شخصي يبقى استيراد لعربيات لديها مراكز خدمة وصيانة جوه البلد. ده شيء مهم جدا 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 جدا، عشان ما نفاجأش ان بيجي لنا عربيات وبأعداد ليست بقليلة وملهاش اي هنا النهاردة مراكز عشان تقدم خدمات ليها، ودي هتبقى مشكلة كبيرة جدا على المدى القصير في هذا الشأن.